الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان بيتوايز أند أوفيريتوس. القضية مقسومة لمجموعة من الأجزاء، أول جزء بيكون عبارة عن الرمز بتاع البيتوايز الأوبريتور، ده الرمز بتاعه بيكون عبارة عن أند، تمام؟ وده غير الاند اند اللوجيكال اوبريتور، اند اند اللي هو بيحاول يقارن. انت عرفت الاند اند بتعمل ايه؟ يعني هنحكي عن الاند الواحده بس دي، تمام؟ الاند الواحده بس دي اسمها بيت وايز اند اوبريتور، تمام كده؟ ده الرمز بتاعها. لما تيجي تحب تدرجها عن جافا سكريبت بتعمل شيفت 8 عشان تدرج الرمز ده. فهو مقسوم لنصين، اولا بيت وايز والنص الثاني عباره عن اند. وانت عرفت يعني كلمه اوبريتور. انا احكي في اند ديت لانه ليه داخل او ليه جزء ليه علاقه بالاند جيت او الاند اوبريتور. فاكر انت لما يكون مثلا عندي خلوان اخدها على 2 انبوتس او معايا 2 انبوتس بيديني 4 احتمالات، مثلا ادي اكس وادي واو، انبوت بيكون عباره عن زد 0 1 0 1 0 0 1 1، الناتج بيكون 1 في الحاله الاخيره والاخيره بس، تمام كده؟ ديت الاند جيت او الاند اوبريتور في اللوجيك، ده في المنطق يعني. واحنا كده كده كل الاوبريتورز ديت لوجيك، ده معنى كلمه اند. الجانب الثاني معنى ايه كلمه بيت وايز؟ بيت وايز هتبان لما نيجي نضرب مثال، حلو كده؟ جميل. لو حبينا نقول مثلا احنا عايزين نجري العمليه دي ان جافا سكريبت 5 اند مع مثلا ال 4، حلو؟ جميل خالص. لو انا حبيت احول الخمسه لنظيرها الباينري والاربعه لنظيرها الباينري، خلينا نفتح الكالكوليتر ومثلا هنكتب اونديسيمال 5، الباينري بتاعها بيكون 101 101، الاربعه هم باينري بتكون 100. انا عايز اعمل اند ما بين الاثنين، خلينا كده اصفهم تحت بعض 1 0 1 1 0 0. بيت وايز بقى معناها يا جماعه بمنتهى البساطه اني الواحد مع الواحد جيت اند لوحدها، او يعتبروا اوبريتور لوحدهم، دول لوحدهم، الزيرو مع الزيرو ده لوحده وما بينهم الاوبريتور اند، والواحد مع الواحد ده لوحده وما بينهم الاوبريتور اند. علشان كده كنت سميتها ايه؟ بيت، لاني كل بيت بيتعامل لوحده، فالبيت ده مع البيت اللي تحت منه وهكذا، تمام كده؟ عشان كده انا سميتها بيت وايز. فبالتالي لو انت شغال على لوجيك اند فانت عارف ان القصه هتبقى ازاي، لان الواحد مع الزيرو كان بيديك ايه؟ الواحد مع الزيرو كان بيديك زيرو، فالناتج هنا بيكون عباره عن زيرو، الزيرو مع الزيرو برضه في الاند بيدي لك زيرو، فالناتج زيرو، الواحد مع الواحد هو الجاست اونلي بيدي لك واحد، فالناتج بيكون عبارة عن 1 0 0 1، وده بيكون عبارة عن الريبريزنتيشن لمين؟ اهو لسه مطلعينه الريبريزنتيشن للرقم 4. بمعنى ان انا لو جيت اجري العملية الحسابية ديت عند الجافا سكريبت ورحت عملت مثلا 5 اند 4 هيطلع لي الناتج 4. تيجي نشوف كده 5 اند 4 عملت سيف هيطلع لي الناتج 4، ده نفس النتيجة اللي احنا اتوصلنا لها، الناتج بيكون عبارة عن 4. ده معنى كلمة البيت وايز اند اوبريتور. احنا ممكن طبعا نضرب اكتر من مثال، بس الفكرة تكون سهلة وبسيطة، وخصوصا مع ان الارقام يعني محاولناش نضخم الارقام، بس اكشولي ايا يكن الارقام اللي انت بتستخدمها كده كده بتحول نظيرها الباينري على اي عدد من البيتس، ما فيها اي مشكلة، وبعدين بتبتدي عملية الاند على كل بت منها وبيطلع لي الناتج وبتحوله مرة تانية لنظيره الديسيمال على المكافئ بتاعه الديسيمال. ده بالنسبة لبيت وايز اند اوبريتور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.